فرحك انه اليوم لمسنا اراده سياسيه قويه باش تغير الامور. نعطيك انا وين لمستها. لجنة تاع النابه، لجنه الشان تاع متابعه الملاعب ما دارتوش ضمن نحاته، الدوله فرضاته، فرضت هذا الملعب وهذا السيت على لجنه التنظيم. قال باللي احنا عندنا هذا ملعب 19 ماي بعنابه راح يوجد مهما يكون الصفه في الاجل المحدده، وهذا اللي راح يخلينا يا مراد اننا نستبشر خير ونقدر نقولوا باللي تحرك الاله الدبلوماسيه الرياضيه والاراده السياسيه القويه تخلينا اننا نقدروا ننجحوا ان شاء الله ونفوزوا بالتنظيم.